مساء الخير، حاب اليوم أحكي لكم عن هبوط ضغط الدم وليس ارتفاع ضغط الدم. يتساءل الكثيرون ما هو هبوط ضغط الدم وما هي أسبابه. هبوط الضغط كتعريف عندما يكون الضغط أقل من 90 على 60 مليمتر كرقم. معظم الناس لا يشعرون بأي أعراض مرضية، ولكن هناك حالات مرضية تؤدي إلى الشعور بأعراض مختلفة ومتنوعة، وهذه الأعراض تتراوح ما بين دوخة إلى العيان إلى سرعة بالتنفس وقد تصل إلى الغيبوبة. لذلك نقول دائما بأنه يجب معرفة السبب، والذي قد يكون بسيطا ويحل طبيا بشكل سريع ومباشر، ولكن قد يكون علامة لوجود مرض أخطر قد يكون له أهمية كبرى ويؤدي إلى الوفاة. ما هي أسباب هبوط الضغط؟ الأسباب البسيطة وهي حالات الجفاف ونقص السوائل. في حالات أخرى قد تكون طبيعية وفسيولوجية كمريضة حامل قد يكون ضغط واطي. هناك حالات حساسية مفرطة، هناك حالات تتعلق بمريض يأخذ ويتناول أدوية كثيرة من ضمنها الأدوية المهبطة للضغط. لذلك عند الشعور دوخة أو غيبوبة يجب مراجعة الطبيب لوضع الأسباب التي تسببت في هذه الغيبوبة. ما هي أشكال هبوط الضغط؟ هناك هبوط ضغط يتأتى من تغيير وضعية جسم الإنسان. إذا كان مستلقيا ووقف بشكل مفاجئ قد يهبط ضغطه، في الواقع هو يهبط لفترة بسيطة ثواني معدودة، ولكن عندما يتعدى 3 دقائق فهو حالة مرضية ويجب التأكد منها. عند من يحدث هذه الظاهرة؟ تحدث عند المريض الذي يكون تقريبا في عمر 50 سنة ونسبتها حوالي 5%، بينما تصل هذه النسبة إلى 30% عند كبار السن. وبالذات هناك مرضى يعانون من أمراض عصبية كمرض الباركنسون، هذول يعانون أكثر من هبوط الضغط وبشكل آخر غير وضعية الجسم، إنما ما بعد الأكل. ما بعد الأكل بساعة إلى ساعتين هؤلاء المرضى يشعرون بهبوط ضغط، وعند قراءة الضغط فعلا تكون القراءة متدنية، أقل من 90 زي ما تفضلتم وأقل من 60 مليمتر. هل هناك أسباب أخرى؟ نعم، هناك أسباب كالحالات التي تتعلق بأمراض الرئتين والقلب. الرئتين، الجلطة الرئوية الحادة قد تسبب إلى هبوط ضغط خطير، ومرضى هبوط عضلة القلب المتقدم والمزمن، هؤلاء عندما يشعرون بهبوط ضغط قد تكون هي علامة خطيرة. وهناك أسباب أخرى تتعلق بالالتهابات وبالذات تسمم الدم. ماذا نستطيع أن نفعل؟ يجب على المريض مراجعة طبيبه، وقد يحتاج إلى إدخال إلى المستشفى وتحل المشكلة بإعطاء بعض السوائل الوردية، أو قد يحتاج إلى علاجات دوائية التي تساعد في رفع ضغط الدم.